وضع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر أولياء أمور التلاميذ في موقف صعب، فتجربة الإغلاق الشامل جعلتهم يخافون على مستوى التحصيل الدراسي لأبنائهم، كما أن الاستمرار في الدراسة مع تفاقم انتشار الفيروس أمر يؤرقهم. برز هذا التناقض في دعوات نقابات تربوية لوقف التدريس، بينما رد مختصون بالرفض خوفا من التداعيات السلبية على قدرة الطلاب على الاستيعاب مستقبلا. حيرة تنتاب هذا الأب في استمرار نقل ابنته إلى المدرسة في ظل تعدد الأصوات المطالبة بتعليق الدراسة جراء الارتفاع القياسي لعدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر. وإذا غلقوا رانا حيرين على أولادنا، ولا ما غلقوش كيف كيف رانا حيرين على أولادنا. كما المهم الله يجعل الخير وخلاص الأخ، هذا ما كان. الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ من الأصوات التي طالبت بوقف مؤقت للدراسة بفعل ما قالت إنه اختلالات ونقص في أدوات التعقيم داخل المؤسسات التعليمية. طالبنا الوزارة والحكومة أنه نغلقوا المدارس 15 يوم حتى نداركوا النقائص اللي كاينة على مستوى المؤسسات. وعلى هذا احنا بالدرجة الأولى كأولياء تلاميذ وكاتحاد وطني تهمنا صحة أولادنا. نقابات تربوية دقت من جانبها ناقوس الخطر من نقص في الالتزام بالبروتوكول الصحي داخل المدارس. جلنا عديد مئات المؤسسات التي ظهرت بها حالات وباء، سواء حالات إصابة أو حالات مشبوهة. هذا الوضع ولد ارتباك على مستوى أفراد الجامعات التربوية وقلق وخوف كبير. وأكدت الحكومة على لسان ناطقها عمار بالحمر متابعة استمرار التدريس مع تطبيق إجراءات الوقاية. بالنسبة لقطاع التربية وفيما يخص الدراسة بالمدارس والثانويات، طالب الوزير الأول بمتابعة التدريس باتخاذ مختلف التدابير والإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا والعمل على التنسيق المتواصل بين قطاع التربية والصحة. في المقابل رفض خبراء تعليق الدراسة مجددا بفعل تداعيات نفسية قد تطال التلاميذ وفي قدرتهم على الاستيعاب مستقبلا، لا سيما بعد أشهر من توقفها سابقا. أولا ما كفيش قاعدة علمية تبيح أو تطلب بأننا نغلق المدارس، وغلق المدارس الآن راح يخلق مشكل سيكولوجي عند الأطفال ومشكل بيداغوجي في المستقبل. ويقدر عدد الطلبة في الجزائر بنحو 10 ملايين في مختلف المؤسسات التعليمية. بين المؤيدين لتعليق الدراسة مؤقتا والرافضين تباينت إذن الآراء واحتدم الجدل بسبب الاختلالات في احترام البروتوكول الصحي في المؤسسات التعليمية بفعل الارتفاع غير المسبوق لعدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد. محمد رضا، الحرة، الجزائر.